انت مرفوض من 3 جامعات حكومية بسبب سلوكك السيء. يا راجل انا ما عنديش التسيب اللي موجود في الجامعات الحكومية، انا عندي انضباط، عندي التزام، مستوى تعليمي رفيع. ما عندكش تلاصة يا فندم. اخلص ملعون ابو مجانية التعليم اللي بوظتكم. يا فندم انا كنت عايز اقول لحضرتك، مش ما تقولش اي حاجة، الاولاد بتيجي عندي هنا عشان تتربى وتتعلم. انا فاهم يا فندم. ما انتش فاهم حاجة ابدا، اتفضل يلا على المدرجة. فاهم؟ فاهم يا فندم، وان شاء الله ان شاء الله هكون عند زن حصن حضرتك. ايه بخ طز حضرتك. ايه المدرج منين يا فندم؟ هنا اهو. شكرا. هنتكلم في المحاضرة النهاردة عن خصائص الموارد الاقتصادية. اولا بعد اذنك يا دكتور، انا ما حدش يخش لي المحاضرة متأخر بعدية. اتفضل برا. اذنك يا دكتور. اتفضل برا. اولا الندرة النسبية، وهنتكلم عن الندرة النسبية. زي ما حضراتكم شايفين الندرة النسبية. ايه ده؟ انت يا اخينا انت داخل جريمة؟ لا خيالك، قم فز وانت بتكلمني. اسمك يالا؟ بسيون. نعم بسيون يا عبد السلام بسيون. ايه حد عنده اعتراض على الاسم؟ انت جيت لنا من انهي مصيبة؟ من 3 يا فندم. نعم يا اخويا، قصدي 3 مصايب يا فندم، جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية، وجامعة جنوب الوادي. ما شاء الله، اترفدت من 3 جامعات، دي حاجة تشرف والله. واترفدت ليه من 3 جامعات؟ والله في جامعة القاهرة تقدر تقول ضربت دكتور ضايقني، في جامعة اسكندرية ضربت دكتور سألني اترفدت ليه من جامعة القاهرة. كل اللي اقدر اقوله لك انك مش متربي. او ده بقى نفس اللي قاله الدكتور بتاع جامعة جنوب الوادي قبل ما كسر له صف اسنانه التحتاني يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مايا. دي إنجي برنساس الجامعة، يستحسن تبعد عنها أصلها متشفرة. نعم أيوة، والجامعة بتاعتها مع طريق مانشستر، أصل أنا فتانة. أنيسة إنجي لا مؤاخذة هنعطلك عن قراية المجلة. لا لا أبدا يا دكتور، تحت أمرك. إحنا كنا بنتكلم في إيه دلوقتي؟ في المحاضرة. ما أنا عارف، الموارد الاقتصادية وعلاقتها بإيه؟ علاقتها بلون الشعر. برافو برافو، المحاضرة جاية تيجوا ومعاكوا الصبغة. شباب بيحبوا ونمبر وان، عايشين كده لينا ستايلات، كل حياتنا يا حب يا فن، لا تغيرنا ولا تأمرجنا، ومحدش في الدنيا شركنا، والأصلنا دايما برضو ماني كام. لايلو لايلو لايلو
بينن عينيا هتحبي وايام الجايه انت بعد ريحنا وسبنا ده الكب وهو اللي حبيبنا وصاحبنا وفي قلوبنا الغالي ما انا ما اقدرش افوت اي حفله انت عارفاني. طب تحب بقى اقول لك يا بيسو ولا يا كابو؟ بيسو؟ لا كابو احلى. ماشي يا كابو. بقول لك ايه، تيجي نرقص؟ ها؟ يلا نرقص. معلش اذا كنت غلست عليك الصبح، بس الصراحه انا كنت اقصد. عادي انا متعوده على كده. حلو اللي انت عاملاه في شعرك ده والالوان، بس مش غريب شويه؟ عجبك النيو لوك اللي انا عاملاه؟ الايه؟ النيو لوك. بص انا عاملاه مخصوص عشان الحفله. والله كلفتي روحك، بس الصراحه الصرف باين باين. وانت مين بيعمل لك النيو لوك؟ ها؟ الشعر الستايل. اه صبحي. مين؟ الحلاق بتاعي، بروح له كل يوم جمعه بعد الصلاه، شعر دق فوطه سخنه بيظبطني. يو ار سو سويت يا بسيم. حلوه قوي الحفله بتاعتكم دي، يعني انتوا كل يوم كده؟ على طول، احنا كل يوم حفله عند واحد من الشله. على فكرة طارق شكله زعلان من اللي حصل النهاردة. سيبك منه، هو على طول كده عامل فيها زعلان. لا يعني أنا خايف أكون أنا السبب في الزعل بينكم. زعل بينا؟ ليه يعني؟ إيه اللي ليه؟ هو أنت مش مرتبطين؟ لا طبعًا مش مرتبطين، طارق ده ما بيرتبطش بحد، طارق عايز كل حاجة تبقى بتاعته وبس. بيني وبينك مامته مربيه على كده. آه شوفي، وأنا اللي كنت فاكر يعني إن أنتوا الاتنين. لا مفيش ولا أي حاجة أصلًا. أصلًا؟ أصلًا. انجي يعني مفيش حاجه خالص خالص. بقول لك ايه بس يوني، ما تيجي افرجك على الفيلا بتاعتنا. طب ما تستني بعد البوفيه. ايه خلاص قبل، اتفضلي.